ليك خبرني شو عملت. ما عملت شي بس حكيت. لحظة شوي شو حكيت؟ ما تضل بسطلك محلوقة بعدين بتعرف شو حكيت. يلا ماشي يلا. الله يساعدني عليك. ليك حلمة؟ ايه؟ أنا حكيت لك عن الحي اللي بخمسعشها داس. شو؟ شفت لك حي يا حلمة. السلام عليكم. يا أهلا بالشباب. نورتونا. يلا حلمة يلا. قلوا لمعلم توفيق شو كنا عم نحكي بالدكان. يلا. حكينا 100 شغلة بالدكان. لا بعرف حكينا 100 شغلة بس قلوا عن قصة المغنى والعود. يلا. أنا بعزف على العود وبغني. سمعت؟ سمعت بدناك معلم توفيق حلمي بيعزف عوده وبيغني. ما كنتوا تصدقوني انتوا واصف. قلتوا عني كذاب. الله يسامحك انت كذاب. اها سمعت بدناك هلا. ايه زبطت معك مرة. يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم. بس يا جماعة روق طولوا بالكم. طول بالك انت. شو معلم توفيق؟ قلي بدك تهرب من السهرة الليلة؟ الله يسامحك يا خيي انتوا معزومين لعند الليلة. منيح يا جماعة ما توخذوني بس انا انت ما في ما توخذوني ما توخذوني ما في اعذار. اجباري بدك تجي. والله العظيم كنت عارف رح تجيب الزلمة لهون. شو جابك انت؟ ما قلت لك تنتبه لي على الدكان؟ لما كون بشتغل عند بيك يعني وعلى علامة ايش اسبونه حلقت له. حلقت له؟ ايه حلقت له. الله لا يوفقك يا واصف يا خيي. شو؟ الله لا يوفقك يا واصف. شوفكن المسا شباب. ايه ايه. حلمة ما في اعذار. ها الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. هيدا ما في منه نوى. هيدا يا جماعة فهموني شو الموضوع. يا خيي السهرة عند اليوم بتفهم كل شيء. مثل ما قالك حمدي ما في اعذار. وانا هلا راي عند صالح واعزبه. واصف قدر لي بالك على الدكان. ايه حاضر حلمي. الله يخليك. العربية يا عربية لك حي هون. يعني واخيرا راح تصيروا اسمعك خيي حلمي. يشهد الله اني رايح كرمالك. والله ما كنت تركت حرمتي واحدة بالبيت. انا كمان رايح كرمالك. يلا بسيطة نقعد شوي من طويل. ماشي. عجت مأود بهدلتنا خي. بخور شو بعمل يعني. يا اهلا وسهلا بمسجدكم نورتونا. وبمسجد خي صالح قاصنص. المعلم صالح بيستاهل. خجلتونا يا شباب. تفضلوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا. شكرا. تفضلوا. شكرا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا نورتونا. اهلا يا تفضلوا تفضلوا. اهلا اهلا بالمعلم. تفضل الصدر لك والعد بقلنا. بلش من هلا يا وصي. عيد الشباب. يا اهلا بالشباب. يا اهلا. اهلا وسهلا. يلا حلمي طلع العود ودوزن وخلي اللي ما سمع يسمع. الحديث إلي يا حمدي؟ لا لا إلي يا معلم إلي. يلا حلمي يلا. دايما يا عمي توفيق. يا اهلا بالشباب. يا اهلا بالشباب نورتونا. بدنا نعيدها ان شاء الله. راد بمعيتك ابو ضاي. مثل ما الله بريد توفيق. اهلا بالشباب. يا اهلا. يلا. الله معكم. تصبحوا على خير. الله مع الشباب. عشتكن ها بقلبك بهدلتنا. شو غول يا خي؟ مخور مخور شو بعمل يعني؟ خبرك عن الغول اللي شفته عم ياكل. كريتو الف صحتين حبيبي انت. صحه صحه. الله يعطيك العافية معلم توفيق ويحقق اللي ببالك منه. آمين يا رب. الله يسمع منك. ايه بما انه هلا بينا لوحدنا تأكدتوا من حكي؟ يعني بصراحة ما بعرف شو بدي اقول. بدك تقول اني صدقت. ليك هلا من ناحية صدقت صدقت بس كأني سمعت حلمي عم بيقول بحياته ما غنى بقهوة إبراهيم باشا ولا تيتي باشا. هيدا مظبوطة. هلا شيلنا من قهوة إبراهيم باشا وباشا وباشا. المهم هلا حلمي عواد ولا لا؟ عواد وشيخ العوادين. اه؟ حاجة تظلموني بقى. ايه ناقشت معك هالمرة. شو قصدك انت؟ ما قصده شيء. زبط وصف خلص. لكلي راسي وصف؟ لك قرب عالطيب قرب عالطيب وقرب عالطيب قرب عالطيب قول لما طيب قل. لك يا حلمي انت ما بدك تشتغل؟ يا صالح انا بدي الشغل من السما.
بس راغب ما عم بيرضى معي. يا خيي انسى راغب، انسى راغب. خلص من الخميس الجاي اذا بدك فيك تبلش. وبيك لك شو بدك ببي انت؟ انا بفضل اخذ موافقه راغب، ما بحب اعمل شيء من دون موافقته. طيب يا خيي مثل ما بدك. يلا قرب فوت. لا لا تاخر الوقت، بدي ارجع البيت. تصبح على خير. وانت بخير. يلا الله معك.